ماذا عن الصورة لديك في باريس بقيس النحاس؟ كيف تتعاطى فرنسا مع تداعيات انفجاري الأمس وتأثيرات ذلك على عمليات الإجلاء؟ نعم بهاء، يعني للتو فقط أصدرت طالبان بأن هنالك لقاء لوفد فرنسي بحركة طالبان في الدوحة، وتم تأكيد هذا الخبر من عن طريق كواد دورساي وهي الجهة المسؤولة، وقالت أن هنالك بالفعل التقى المبعوث الفرنسي فرانسوا والوفد المرافق له مدير المكتب السياسي لحركة طالبان لدراسة الوضع بدقة في مطار كابل، وبالتالي كان هنالك الحديث عن عملية الإجلاء بالإضافة إلى الوضع الأمني في مطار كابل. يعني بهاء، منذ ليلة الأمس كان هنالك تصريحات لرئيس الخارجية، عفوا رئيس الوزراء جان كاستاكس الفرنسي، والذي بدوره قال أنه سيكون مساء الجمعة أي اليوم آخر رحلات الإجلاء، ولكن على ما يبدو التفجيرين الأخيرين والتهديدات الإرهابية التي تترافق الآن خلال الساعات الماضية جعلت من الوضع أكثر دقة وأكثر خطورة، وبالتالي قال كليمنت بونو المتحدث وزير الشؤون الأوروبية هنا في فرنسا أن هذا الموضوع وموضوع الإجلاء تحديدا هو موضوع الآن حساس ودقيق، ولن يكون من السهل تحديد الآن الوقت الدقيق من أجل إنهاء عمليات الإجلاء، وسيستمر العمل لإجلاء مواطنين. يعني هنالك مئات الأفغان المتواجدون في محيط المطار أيضا خارج المطار الذين يودون من الرعاية الذين عملوا خلال الفترة الماضية مع السفارة الفرنسية، بالإضافة أطباء وصحفيين وجانب كبير من الذين تود فرنسا إجلاءهم إلى خارج أفغانستان عن طريق الجسر الجوي الذي أمنته منذ 15 أغسطس. ولكن يعني كليمنت بو ذكر اليوم أنه هذا الموعد هو موعد لن يتم الآن تحديده، خاصة خلال الساعات القادمة سيعملون لآخر لحظة وسيكون العمل بشكل حذر جدا، يعني تحسبا لأي استهداف جديد للمطار. بنفس الوقت هنا على مستوى يعني استقبال اللاجئين وصل لحد الآن حوالي 2500 لاجئ، تم الإعلان اليوم عن افتتاح مركز خاص فقط اللاجئين الأفغان لاستقبال طلباتهم، وسيكون هنالك حوالي 20 موظفا هنا في باريس لاستقبال هذه الطلبات وتيسير عملية الأوراق وتسجيلهم هنا.